مرحبا بكم الناس الكل. تقريبا 19 من ساعة توصلنا على ضربة البداية للمواجهة المنتظرة الكلاسيكو ترجي تونسي النجم الساحلي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة رابطة الأبطال الأفريقية المقابلة غدوة انطلاقا من الخامسة في استاد العقربي في رادس. ومنتظر الترجي يهبط بالتشكيلة هذه ماميش في الكاج بقية الملاعبية بن علي بن حميدة مرياح توغاي كبولو ولا الوهابي تقاساس غشة بوغرة وكيبا سويد. تشكيلة منتظرة والمحتملة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للإطوال ذوما الأحداش اللي منتظر يعمل عليهم عماد بن يونس في انطلاق المقابلة الجزاح في الكاج بقية الملاعبية لؤي بن حسين حسين بن علي حمزة جلاسي صلاح الغدامسي جاك مبي وسام عبيد أمين جبالي ياسين الجزيري راقي العواني ويوسف عبدلي. مواجهة كبيرة مواجهة منتظرة هكا تعلق عليها مدرب الترجي الرياضي التونسي طارق ثابت في تصريح اليوم المعز بوطارة. احنا ناخذ الماتشات كل تكيف. احنا نرجع نقول لك يا معز رانا اسمنا الترجي الرياضي التونسي مطالبين بالربح مهما كان منافس مطالبين اننا نربح مطالبين باش نربح يلزمنا ناخذ ما نحطوش ما نربحوش ايدينا ونقعدوا ساق على ساق ونقولوا لا تنربحوا لا يلزمنا ناخذ يلزمنا ناخذ اكثر من الناس لان فما موتيفاسيون كبيره للناس الاخرى ضد الترجي. احنا لازم نخدم اكثر منهم كي نخدم اكثر منهم نكون واقعيين اكثر منهم رانا باذن الله ديما النتائج تكون معنا. ما عندناش احنا مش طارج اليوم رانا مش نلعبوا مع الاتوال حاجه وغدوه باش نلعبوا مع المرسى حاجه وبعد غدوه باش نلعبوا مع بيترو حاجه ومع لا لا طارج هو طارج لازم نلعبوا ونحضروا رواحنا كم لاعبيه 30 لاعبين موجودين راك في اي وقت يلزمك تكون داخل المجموعه في نفس الوقت تكون جيد. كان هذا طارق ثابت نسمع زيد عماد بن يونس شنو قال على المواجهه هذه. معناتها ديما نقول راهي كل مقابله والاحقيه نتاعها معناتها صحيح معناتها المقابلات الاخر انا مع ضد الترجي الرياضي معناتها حتى مع نادي الصفاقسي والنجم الساحلي كنا خرجنا بنتائج ايجابيه معناتها اما كل مقابله وعندها الظروف نتاعها ان شاء الله غدوه كما قلت لك معناتها الملاعبيه هما اللي زاكتور هما اللي كان نستغلوا الفرص اللي باش تجينا ونعملوا اقل اخطاء دفاعيه باش نكونوا منتصرين كما قلت لك هذا والعكس بالعكس. نكمل مع رابطة الأبطال الأفريقية بعد شوية نرجع الأخبار في تونس. زوز مقابلات تلعب توا لحظات ذي ضمن الجولة الأولى في المجموعة الأولى والمجموعة الرابعة. المجموعة الأولى بيراميدز متقدم على انتصار على تي بي مازنبي 1-0 وحاليا المقابلة الثانية في برنامج اليوم شباب بالوزداد متقدم على يانغ أفريكانز التنزاني 3-0 منهم زوز أهداف من لاعبين سابقين للدرجة دي تونسي هما عبد الرحمن مزيان وعبد الرؤوف بن غيث. دونك هذوما أول زوز مقابلات في برنامج الجولة الأولى من دور المجموعات. نرجعو توا نحكيو على البطولة وتعيينات حكام الجولة 11. الجولة تتلعب بين السبت والأحد هذا البروغرام والحكام نهار السبت غدوة يعني نادي البنزرتي مستقبل مرسى الحكام مراد جربي وسيس نجم المتلوي والحكام محمود قسيع. نهار الأحد لويسمو اتحاد تطاوين بإدارة أشرف الحركاتي قواف القفص الملعب التونسي الحكام جلال السحباني واتحاد بن قردان مستقبل سليمان بإدارة أيمن الناصري. قدمت اليوم الهيئة المديرة للأولمبي البيجي المدرب الجديد مراد العقبي بعد الانفصال على المدرب الجزائري نبيل نغيس بسبب النتائج السلبية اللي حققها الفريق في المرحلة الأخرى. مراد العقبي باش يكون معاه في الستاف نتاعو بديع زواغي مدرب مساعد محمد سومر معاد بدني وسيم الهرق لمدرب حراس ومجدي لامين كمحلل للأداء. نمشيو نحكيو على الكرة في أوروبا أهم النتائج الحاصلة ليلة ماتش من البوندسليغا ضمن الجولة 12 تلعب حاليا بين كولن والبايرن وفي دقيقة 80 المقابلة ذي بايرن متقدم 1-0 كيف كيف ماتش من الجولة 13 من ليغ 1 بي اس جي موناكو في توقيت 50 دقيقة لعب والبي اس جي متقدم 2-1. كيف كيف نحكيو على الدوري السعودي وهم صار فيه ليلة انتصار نادي النصر على الأخدود 3-0 كالعادة كريستيانو هداف أكثر من هدافه وصاحب ثنائية صاحب دوبلي في مقابلة اليوم. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام.net.